السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروف صوت وفيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة السي شارب في الإيمج بروسيسنج في الإيمجو سي في. إن شاء الله النهاردة معانا البرسبكتيف ترانسفورم، هنشرح البرسبكتيف ترانسفورم. آخر فيديو لينا كان عن شرحنا كده في 5 فيديوهات إيه اللي هو الأفاين ترانسفورميشن، وإن هو عملية على الكوردينيتس بتاعت الإكس والواي بتاعت الصورة. في من خلال ال 2D بتستخدم تقنية ال 2D ده 2 dimension x و y بس. في بقى scaling و translation و rotation وكده، بس في ال perspective بقى بتنقل كل ده بس ال 3D، يعني هتعمل rotation و scaling و sharing لل 3D. فعندك 3 محاور x و y و z، يعني طول وعرض وارتفاع. عمليات بسيطة جدا، انت بس يا دوبك بس ممكن انت هتعمل هنعمل برضو زي ما احنا عملنا في الافاين ترانسفورميشن، هنعمل الكيرنل بتاعتنا او الماتريكس اللي هتتضرب في الصورة بتاعتنا وخلاص، يعني هو مش هنعمل حاجة اكتر من كده. بس خلينا نعرف الحكاية هتمشي ازاي. لو انت فاكر انا قلت لك ان في الافاين ترانسفورميشن الماتريكس اللي هتتضرب في الصورة بتبقى 2 في 3، وبرضو لمحت كده ان البرسبكتيف بتبقى 3 في 3. طب احنا هنعمل البرسبكتيف دي ازاي، او الماتريكس بتاعت البرسبكتيف اللي هي 3 دي بتتعمل ازاي؟ الحقيقه بتعدي على كذا خطوه. لو هنتخيل مثلا معانا ان الايمج بتاعتنا مثلا في الطبيعه بتبقى 3 في 1، تبقى ماتريكس 3 في 1 اللي هي الاكس والواي، اي نقطه انت بتدخلها في العمليات بتبقى 3 في 1 اللي هي الاكس والواي، واللي هو 1 ده اللي هو 1 عشان تتضرب في ترانسفورم في الترانزليشن زي ما احنا شرحنا قبل كده. احنا اول خطوه هنا في البرسبكتيف ان احنا بنحول من 2 دي ل 3 دي، فاحنا بنضرب ماتريكس بنضرب هنا في 4 في 3. طبعا هي بتبقى بالعكس، يعني انت بتضرب الماتريكس اللي احنا عملناه دي في 4 في 3 اللي هي 4 في 3 الاول، بعد كده نحط الماتريكس اللي هي بتاعت ال 4 في 3 في 3 في 1، فطلع لنا ماتريكس 4 في 1. 4 في 1 دي اللي هي ايه؟ الاكس والواي والزد والواحد. الاكس والواي معادي اللي احنا بناخدهم من الماتريكس اللي هي 3 في 1، الزد بقى بتبقى قيمتها بصفر. هو كل اللي هي بنعمله هنا بس ان احنا ايه، بنحط قيمه زياده في الماتريكس اللي هي 3 في 1، بنحط لها قيمه زياده بس اللي هي ايه، بتاعت الزد. كده انت مهيئ ان انت تعمل اي عمليه على البكسلات دي، عمليات ال 3 دي بقى. لو احنا جينا شفنا الماتريكس اللي احنا هنضربها، خلاص احنا قلنا هنا ايه، احنا بنقول هنا ان احنا مهيئين ان احنا معانا اللي هي الكوردينيت اللي هي 4 في 1. الماتريكس ترانزليشن بقى سكيلينج روتيشن بتبقى ماتريكس في 2 دي بدل ما تكون 2 في 3 بتكون 4 في 4 عشان نقدر نضربها في البوينت، فبتكون بالشكل ده كده. هو هنا جايب لك ايه المثال على الروتيشن في اتجاه الاكس، بيقول لك ادي هي البوينت بتاعتنا اللي هي الاكس والواي والزد اللي هي الاولد اللي هي النقطه اللي احنا بندخلها في العمليه، بنضربها في ماتريكس 4 في 4. ده شكل الماتريكس بتاعت الاكس كل اللي احنا اللي هو الروتيشن في اتجاه الاكس. زي ما انتم ملاحظين هنا احنا الاكس ما فيهاش تغير، الرو والكولم بتوع الاكس ما فيهوش اي تغير بس بيكون في الواي والزد، وبنحط هنا ايه 1 عشان نحط هنا كولم زياده واكس ورو زياده عشان الترانزليشن ولما نيجي نضربها في الماتريكس بتاعت الترانزليشن، يعني بيطلع لنا اكس وواي وزد اللي هي النيو اللي هي الخارجه من العمليه دي. الواي برضو بيبقى ليها ماتريكس تانية، والزد نفس الكلام. الزد الواي بتبقى الرو والكولم بتوع الواي ما فيهمش تغير، لكن التغير بيبقى في الاكس والزد. والزد برضو نفس الحكايه. خلي بالك لو احنا بصينا هنا على الزد هنلاقي مشابهه للروتيشن العادي اللي كان في 2 دي. لو انت فاكر احنا قلنا ايه، احنا قلنا الروتيشن في 2 دي بيبقى دي الماتريكس بتاعته اللي هي لو انت شلت الرو والكولم هتبقى هي دي الماتريكس بتاعت 2 دي اللي هي بتبقى 2 في 3. فاحنا فنستنتج من كده ان احنا في ال 2 دي احنا ما كناش بنعمل روتيشن حوالين الاكس او احنا كنا بنعمل روتيشن بس حوالين الزد. هو كان بيعتبر ان الزد دي روتيشن للاكس والواي هما الاثنين، فكنا بنعمل روتيشن للزد في ال 2 دي في الافاين ترانسفورميشن. وهنا طبعا هو جايب لك هنا الضرب والحاجات دي كده، فاهم؟ احنا هنا النهارده بس بنشرح بس العمليه هتبقى عامله ازاي. طب تمام كده، بنقول مثلا هنضرب هنا مثلا لو احنا عندنا ماتريكس اللي هي 4 في 4 روتيشن بقى سكيلينج اي حاجه،
بنضربها في الاربعه في واحد اللي هي النقطه بتاعتنا، بتطلع لنا ماتريكس جديده اللي هي اربعه في واحد. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بنضرب الماتريكس ل 4 في 1. احنا خلاص خلصنا العمليات على 3 دي، عايزين بقى نضربها في ماتريكس بحيث انها ترجع تاني كاكس واي. فبنعمل ايه؟ بنضربها في ماتريكس 3 في 4 في 4 اللي هي الكوردينيت بتاعتنا اللي هي في 1، بتطلع لنا كام؟ 3 في 1. فدخلنا 3 في 1 خلي بالك، وخرجنا 3 في 1 بس طبعا مختلفين. لو احنا كده جمعنا احنا كل ده خلي بالك ضرب، فاحنا قلنا استنتجنا من الضرب قبل كده ايه، لو احنا كده ايه قسمنا كده الصفحه بتاعتنا كده، انا اسف بس يا جماعه الخط وحش شويه الماوس زباله. لو احنا كده خدنا الماتريكس اللي هي من اول عمليه خالص لغايه اخر عمليه خالص، فاهم؟ لو احنا قلنا ايه 4 في 4 في 3، لو احنا ضرب لو هي مضروبه في اللي هي احنا قلنا ايه 4 في 3 دي اللي هي بتاعه التحويل من 2 دي ل 3 دي، لو احنا ضربنا في 4 في 3 في 4 في 4 اللي هي الماتريكس اللي هي بتاعه الروتيشن بقى السكيننج اي حاجه، طبعا لازم تبقى 4 في 4 في 4 في 3 تدينا كام؟ 4 في 3. ونروح ضربنا في اللي هي الماتريكس اللي هي اخر ماتريكس اللي هي دي اللي هي 3 في 4، نضرب 3 في 4 او قصدي 4 في 3 انا اسف، احنا بنضرب الثانية الاول بدل ما هتكون هنا ايه اللي هي الثانية بتضرب الاول، 3 في 4 بتضرب في 4 في 3 اللي هي الناتجة من الضرب بتاع الماتريكس ما ضربناها في الروتيشن، الماتريكس بتاعت اللي احنا بنحول من 2 دي ل 3 دي ضربناها في الماتريكس بتاعت الروتيشن في 3 دي فطلعت لنا 4 في 3. فال 4 في 3 دي نضربها في اخر ماتريكس اللي بتحول من 3 دي ل 2 دي فبتطلع لنا كام؟ بتطلع لنا 3 في 3. وظيفتك ان انت تطلع الماتريكس دي، احنا ان شاء الله هنشوف مع بعض مثال كده في الفيديو الجاي ازاي بنعمل الماتريكس دي. وانت في ده اللي اسمها الوربة برسبكتيف، هي دي اللي بتاخد الماتريكس بتاعتك دي وتضربها في الايمج مفيش اي مشاكل. هسيب لك برده الموقع ده شارح برده دي طريقه مبسطه كده للحكايه والروايه دي، هسيب لك الموقع ده اسمه موقع جيت فيد بلاي كده. فبس هو ده كان الفيديو بتاع ده اول جزء من البرسبكتيف، ان شاء الله المره الجايه هنشرح تطبيق عملي على البرسبكتيف.